يعني هو كان حاجة حنينة وقلب ماشي على الأرض كده. النهاردة أنا معايا حاجة لطيفة جدا عايز أعرضها عليك وأنت قاعد معايا ونفتكرها مع بعض. الحقيقة صديقي العزيز المخرج الكبير نبيل عبد النعيم أهداني مجموعة ماتيريال خاص ونادر وبيوزع يمكن لأول مرة عن عبد الحليم حافظ. فتعالى مع بعض نتفرج على حاجة حاجة ونتكلم عليها كده ونعلق عليها. إيه رأيك؟ ونبدأ بأول حاجة. تعمقت علاقتي بعبد الحليم حافظ شديدا. عبد الحليم حافظ راجل تقع في غرامه، يعني ما يعني فعلا شخصية تحبها. قاعدين كنا مين؟ جلال معوض الله يرحمه، مجد العمروسي، أو ربما مفيد فوزي، نبيل عصمت، محمد الموجي، المجموعة اليومية اللي في بيت عبد الحليم. فأنا قاعد مش عارف الموضوع كان إيه، لكن لقيتني بتريق على الأغاني اللي في آخر الأفلام بتاعتهم، بتاعت فريد وعبد الحليم وكده، الأغنية الكبيرة دي اللي بيقعدوا على المسرح في آخر الفيلم وإيه ويفضل ينوحها كده وبتاع. قاعد أنا بتريق، قال لي عبد الرحمن رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، أنت راجل ظريف بتعمل غنوة عاطفية صغيرة، تعمل غنوة شعبية، أما مالكش دعوة بشغل الأساتذة الكبار اللي بيعملوا الغنى الكلاسيك. فأنا طبعا قلت له كلاسيك إيه وبتاع، أنا مرضاش أعمله، ده كيمياء، بتحط مادة على مادة يطلع مادة. ما طبعا الناس كلها قاعدة ساكتة. عبد الحليم يعني نهاية الكلام قال له شوف، لو عملت غنوة زي الأغنيات دي اللي انت بتتريق عليها وأجمع الجميع على أنها غنوة يعني سليمة وجميلة، انت خد مني الأجر اللي انت عايزه. أجرنا في الوقت ده كان 100 جنيه، وده أغلى أجر في مصر كان. فأنا دخلت في الأوضة دي، حطوا لي الأقلام والورق وقفلت عليا، وطلعت بعد شوية. فعبد الحليم بص لي كده قال لي أظن هتقول لي كتبت، بعني اللي قلت له آه كتبت، قال لي لا، يبقى أنت، يبقى دي غنوة أنت كاتبها قبل كده. قلت له طب أنا لما كاتبها قبل كده ما عرضتهاش عليك ليه وما بعتها لكش ليه؟ لا طبعا انا لسه كاتبها الوقت. قعدنا، قال لي طب قول، انا قايل له طبعا انها كيمياء وكده. فقلت له اهي، مشيت على الاشواك وجيت لاحبابك، لا عارفوا ايه ودك ولا عارفوا ايه جابك، رميت نفسك في حضن ساكل حضن حزن، حتى في احضان الحبايب شوك يا حنفي. كل اللي قاعدين طبعا ضحكوا الا عبد الحليم حافظ، غضب غضبا شديدا، قال لي انت بتقراها كده ليه؟ ايه يا عبد الرحمن، باين عليها غنوه، باين عليها غنوه كويسه، بتقراها كده ليه؟ اقراها كويس. فهديت كده وقلت له مشيت على الاشواك وجيت لاحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. محمد الموجي مسك العود بتاعه وكأنه كان عارف المقدمة دي اللي في أول أحضان الحبايب، قال لي قلت إيه يا عبد الرحمن؟ قلت له مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. وإذ بهذا اللحن زي ما أنا كنت سلس في كتابة النص، كان محمد الموجي سلس جدا في هذا اللحن الخالد اللي حيعيش وحيعيشه أصحابه طويلا رغم الرحيل. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك، مشيت مشيت على الأشواق وجيت
على عرفه ايه جبل رميت نفسك بحضن ساءت الحضن حزن رميت نفسك في حضن ساءت الحضن حزن حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي